إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الإطاعة لمن هو أعلم. هذا يعني لمن هو أعلم من الإنسان، هذا الشيء أول وأخير أسباب السعادة. الإنسان يذهب عند الطبيب يقول له هالحبابي هالأدوية هالأبار، ما يسوي، جزاؤه أن يموت. الإنسان الذي يبني على إطاعة الله، أكو فرق. الأغلب من المسلمين لعل 190 منهم بناءهم عن بعض كلمات الله يسمعونها وبعض الكلمات لا يسمعونها، بناءهم على هذا. العشر من المسلمين بالمئة أو أقل من العشرة، هؤلاء بناءهم أن يسمعوا كل كلمات الله. الله في هذه الآية المباركة يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يعني أنا طالب أسأل من الدكتور المدرس في المدرسة أنه شنو أدرس؟ علم الهندسة أحسن؟ علم الحساب أحسن؟ علم الفيزياء أحسن؟ كيمياء أحسن، الطب أحسن، وأخبر مني لا شك فيه، فيدلني على الطريق الأحسن، معاشي أحسن، كياني في الاجتماع أكثر وأحسن، شخصيتي أحسن. لكن أغلب الناس مو بناءهم هذا الشيء. أنا سألت، هاي ولو قصة عابرة، من واحد من أثرياء الكويت الشخصيات الكبار جدا جدا، قبل سنة حاج محمد كبازر بمكان وجماعة آخرين مكانوا، سنة منه في أيام اللي الأسهم كانت كلش مرتفعة، قالت أنت تستعمل الأسهم؟ تعامل الأسهم؟ قال لا. قلت إيش عجب، ساهم إنسان يشتري 10 دنانير وبعد أسبوع 20 دينار أو 15 دينار وعلى هالمعدل. قال الواقع هذا، أنت ما تقول هذا صحيح كلامك، هو التاجر الكويتي، لكن أنا بنائي أي معامل اللي أتعامل أجيب من الخارج خبراء، الخبراء يحسبون خصوصيات البلد ويحسبون التجارة ويحسبون الصرف العرض الطلب، وأنا أعطي الخبراء فلوس في مقابل هذا الشيء. فإذا الخبراء النتيجة قال له هذا الشيء عد ربح وربح معقول، يعني 1000 دينار ربحه المعقول بالسنة مثلا 50 دينار، أنا أزاول هالمعاملة. إذا لا ما أزاول، وأنا بالفعل جبت خبراء من الخارج حول الأسهم وسألت منهم، هم قاسوا البلد خصوصياته فلوسه حركة الأسهم بيد من كيف المصير، بالنتيجة قالوا لي متعامل في الأسهم، أنا حتى أخسر في الأرباح ما أتعامل في الأسهم. سألت منه إيش كثر، هذا قصة ما قبل سنة، سألت منه أنه أنت إيش كثر تبطي لكل دراسة، الخبراء اللي يجون من الخارج للدراسة من يابان أو أمريكا أو إنجلترا يحتاجون لها فلوس. قال أنا كل دراسة أبطي بين 20,000 دينار و 70,000 دينار. حجي محمد هيش ضحك على كلامه، قال هذا هيش كذا. شاهدي هسه في كلمة بعد السنة، رأينا أن أولئك الخبراء الذين لا أعرفهم صدقوا في النتيجة.
لا الخبير. الخبير يحسب الفلوس ويحسب العرض ويحسب الطلب ويحسب 100 شيء حتى يعطي دواء أو يعطي وصفة أو يعطي نتيجة دراسة اقتصادية أو ما أشبه. غير الخبير يشوف العادي. الخبراء الإنسان إذا أطاعهم هذا لا شك في نجاحه. القرآن نفس الشيء يقول شوفوا ماكثين فيه أبدا. يعني أنت إذا سمعت كلام هذا الخبير وهو القرآن، الأمة الإسلامية إذا سمعوا كلام هذا الخبير هذول يمكثون في أحسن الأشياء مكثا مستمرا. إذا ما سمعوا قال الخبير الطريق منا، ما سمعت كلام رحت منا. أو قال الخبير هذا الدواء الشافي الله يرحمه، هذا ولد سيد ثابت اللي كان ألامنا، كان سيد محمد الله يرحمه كلش إنسان طيب، كان كلش طيب، واظب على صلاته وصومه وعبادته وقيامه وقعوده، وكان إنسان طيب جدا. فرد مرة تمرر وكان يصلي ويا والدي دائما وفي صفنا نصلي ومواظب على النوافل ايضا. فرد مره تمرر رحنا الى زيارته انا والوالد، وكان عندنا في كربلاء فرد واحد اسمه عالم اسمه سيد مرتضى الطباطبائي، الان ابني يا صديق الصحن ابن سيد مرتضى. رحنا الى زيارته شفت حالته كلش مو زين، قلنا هاش عجب حالتك مو زين. قال وقع انا مأيوس مني، هم شاب كان يعني عمره 50 سنة هالشكل، يعني مو شي زايد. قلنا له ايش عجب؟ عجبني قبل يومين هذا في صلاة جماعتنا. قلنا ايش عجب؟ قال الواقع ذنبي بيدي انا. انا مأيوس مني وذنبي من نفسي، شنو ذنبه؟ قال جيب الطبيب. انا عندي سوء الهضم. سوء الهضم عندي. جيب الطبيب، الطبيب الثاني فرد شيء بمقدار مثقال فرد طوز، وقال لي انت بعد كل اكل خلي اصبعك هذا الاصبع السبابه على لسانك شويه تبلل، خلي على هذا الطوز ايش كثر يشيل، خلي على لسانك ونصف كلاس ما يشرب عليه ظهر صبح مغرب، هذا هو هذا تقريبا يكفيك 6 شهور طوز مقدار مثقال. هو يقول لي القصه سيد محمد الثابت الله يرحمه، يقول انا هو تعبيره يقول احنا عادي، انا شايف انسان ياكل نص صوبية خيار وربع لحم وخبز فرد طوز مقدار مثقال وبلل راس سبابتك بهذا الطوز القليل وخليه في حلقك، هذا شنو يفيد؟ يقول انا كل بلعته خلاص وقلاص ما يفوق. يقول تخربطت حالتي ما افتهمت اصلا. بعدين جابوا لي اطباء، اطباء قالوا هذا مأيوس من خلصان. وفي الحقيقه ما يبغى تروح على تشريح الله يرحمه. الطبيب لهذا اكو في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيب دوار بطبه. الرسول طبيب. اكو عندنا طبيب اجساد واكو عندنا طبيب الحياه، مو طبيب بس ارواح. قسم يعبرون عن الرسول يقولون الرسول طبيب الروح، لا الرسول طبيب الروح، طبيب الجسد، طبيب الآر، طبيب الزراعة، طبيب الصناعة. أكو فرد حديث هؤلاء السن اللي ما يفهمون ينقلونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإخوان المسلمون الجاهلون ينفخون في هذا الحديث، وأنا أتعجب من هؤلاء الجهال في الحقيقة. يقولون في كتبهم موجودة كل كتبهم هذا ينقلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شنو الحديث؟ يقولون الرسول لما جاء إلى المدينة، الرسول متصل بالوحي وبالله تعالى، المسلمون أخذوا يستشيرون الرسول في كل صغيرة وكبيرة. أتزوج هذه المرأة؟ أتاجر هذه التجارة؟ أتعامل هذه المعاملة؟ أبني هذه الدار؟ الرسول متصل بالوحي وبالله كل شيء يعلم. يقولون اجوا عند الرسول
رواية عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إلى رسول الله قال: يا رسول الله، قبل ما تتجي إلى بلدنا، إحنا بلد زراعية والتمر أكو فيه، مدينة إلى هسه بلد تمر، إحنا كنا نعبر النخل، التعبير هذا التعبير المشهور، التعبير معناه يأخذون من لقاح الذكر ويلقحون الأنثى، هسه شنو نعمل؟ واقتصادنا إحنا متوقف على هذا الشيء. الرسول قال لهم: لا، توكلوا على الله، لا تسووا هذا الشيء. الرسول اللي يخبر عن السماء وعنده قرآن وجبرائيل ويقول هذا الحكي، ما لقحوا ثمارهم يعني نخيلهم، ما لقحوا نخيلهم، صار فصل القصاص، قصاص التام، كل تمرهم فسد وخاص، تمر بلا لقاح يصير ما يصير. أجوا قال: يا رسول الله، السنة تدمرت كل اقتصادنا، لأن كل اقتصاد البلد متوقف على هذا التمر وكل اندمر. الرسول قال: عجيب، هالشكل صاير؟ قال له إيه. قال كلمته المشهورة عند السنة: فإذا أنتم أعلم بأمور دنياكم. وفي كتبهم، كل كتبهم يعني الرسول ما يفهم مقدار فلاح، مقدار فلاح الرسول ما يفهم. قال لهم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، هسه أمور الدنيا التمر يحتاج إلى أعلم. كل طفل يفهم أن النخل إذا ما أبر يفسد، لكن هذا كذب، لازم يتبعون هذا الكتاب. ماكثين فيه أبدا، هؤلاء يمكثون في هذا الأجر الحسن على طول الخط، مو مسألة يوم ويومين ودنيا وآخرة وبدن وكذا، وإنما في كل الشؤون. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.